كون تموت حتى تحبك الوادم، ما عندنا اللي يحب يعيش. زين تموت تحبك الوادم، لو تموت ويقولون انت سبب فتنه بين شاعرين مهمين ورمزيين من شعراء العراق، يعني يا المبدعين اكو هيك اقاويل يقولون بصراحه سيدنا، يقولون بين سيد غزوان هو سبب الفتنه اللي صارت بين الشاعر سمير صبيح والشاعر ايهاب المالك، تحياتنا لهم. المشكله انه انت عزيز علي، نعم، لو غيرك حاكيها انا غادر التصوير هسه، انا جاي انقل تعليقات لأنه الناس. الموضوع انت يعني انسان قريب علي، والمفروض انه انت تكون من انصار الحق، لانه الانسان من ينقل لك هيك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. او بسم الله الرحمن الرحيم، يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. المشكله وين؟ المشكله انه انا ما عندي بذاك الوقت اتصال بسمير صبيح. ماشي؟ نعم. اللي اتصلوا بسمير صبيح والدعوه جاي يطلعون بالتلفزيون يقولون احنا ادعينا سمير صبيح واحنا جبناه. خوش. زين ليش مثلا؟ شلون مثلا؟ احنا الغرض من هذا الموضوع سيد نريد نبين للناس. لا مو انا ما انا المشكله انه يصير عصب اخاف انه هو اجرح احساسك. لا لا سيد، انا اليوم انا اللي قبالك مو صديق ولا شاعر، انا قبالك مقدم. يعني ادري البرنامج هو مو كاميرا خفيه، لا لا مو كاميرا خفيه، لا بالتاكيد مو كاميرا خفيه وهاي حقائق. استاذ العزيز ابو حسين حبيبي، اخوي العزيز وقلبي تاج راس سيدنا، انا اطلع لك هسه بالتلفزيون واقول انا اللي وجهت الدعوه لي الشاعر نائل المظفر. نعم. مثلا نعم، صوره وصوت وبرنامج لقاء رسمي. جيد. تجي انت مثلا تقول للشاعر مثلا سين، تقول له انت جبت نائل المظفر؟ اي مو غزوان قال لك انا طلع الصوره وصوت وقال لك انا جبت فلان. زين غزوان شو اللي علاقه الموضوع مثلا؟ شو اللي علاقه الموضوع؟ شاليش هاي الاسباب اللي جات تصدر عنك؟ شاليش عليه السلام يقول لا تقل للمضروب لماذا تصرخ، انما قل للضارب لماذا تضرب. نعم. انت هذا اللي يصرخ عوفه، انت روح لهذا اللي يدق عليه قل له عم انت جاي تدق على الزلمه، خلينا نشوفه مذنب مو مذنب. يعني شلون مثلا؟ شلون هسه انت موجود؟ يعني اذا اكيد يعني رقم ابو حيدر يمك ايهاب المالكي، خوب اي صحيح ايهاب انا عندي علاقه بيه وعلاقه وطيده. نعم. تقدر تخابره وسيله. يعني هي صارت الدعوه بالبدايه سمير صبيح؟ اي طبعا سمير صبيح. نعم. وورا حمزه الحلفي وورا صباح الهلالي وورا جبار رشيد، يلا صارت دعوه ايهاب المالكي. من دعا ايهاب؟ انا. انت دعيت؟ اي نعم. بطلب من الجمهور طبعا. تحياتنا للحبيبين. ايه. ايهاب المالكي وايضا هي دعوه من خلالك، يعني انه الموضوع اصلاح اصلاح ذات ممكن البين. سيد انا مو فتنه علي، انا جاي انقل ما قول الناس. سيد انا مع احتراماتي للشعر الحسيني، بس انا شرف الشعر مو شعر يشرفني. انا شايل دم ولحم رسول الله. والنعم منك سيد. الشعر ما يعني ما له علاقه، ما له علاقه عنده اصلا. نعم. ان انا اصلا اكو هواي فتن صارت بين الشعراء انا حليت. اسال على العيسى وفتنه اللي صارت ويا عباس الغالبي، منو حلها؟ هاي الفتنه ممكن تنحل؟ منو حلها؟ ان شاء الله. اسمعني. اي منو حلها يا اخو سالم الدبيس؟ انا خابرته قال شو تريد يصير. نعم. وخابرته مروه استاذ لطيف العامر وقال صار تدللون وانحلت الموضوع وما ردت لا جزاء ولا شكرا. فتنه فاضل اللي صارت بين الشاعر الشيخ الله يرحمه فاضل غضبان ومدينه الصدر. واللي بقت فترة الناس يعني صارت رادت تصير انه بين مدينة الصدر وبين العمارة. نعم. انا رحت الفاضل غضبان الله يرحمه موجود من الان شيخ علي فاضل موجود، وكان وياي الشاعر علي المنصوري. نعم. تحياتنا لابو الاكبر. وقلت له ابو سيف وهو فاضل غضبان ما حد يقول له انت غلطان. نعم. ما حد يقول له انت غلطان. قلت له ابو سيف اللي صار وسوء الفهم اللي صار، هو نقل الموضوع عن مهرجان قديم. نعم. وصار سوء فهم. قلت له سوء الفهم اللي صار ابو سيف انت تتحمله. قال نصا قال شرط غلطه الشاطر بلف وانا حاضر. قلت له اكتب رساله اعتذار لشعراء مدينه الصدر وهسه اعطيك اياها من تنتهي الحلقه اذا تريد تعرضها بالمونتاج موجوده بالصفحه. كتبها نصا فاضل غضبان بالاسم الى شعراء مدينه الصدر وانحلت السالفه. منو حل هاي السالفه؟ انا اللي حليت. ذاك اليوم باخر حلقه لا اسمح لي بس ما خصني. نعم. لان انا كلش اطول بالموضوع سيد. لا لا ما يخالف، انا حد لا طول انا احسب علي. تنحسب علي مو عليك، لان انا كلش اضوج من يقولون انت فتنه. كلش اضوج. نعم.
ليش؟ لانه اكو معطيات عندك. ذاك اليوم الحلقه الاخيره مال برنامج مو العراق انا عشرتين صار بيناتهم كسر عظم اللي هم عشيره الحواتم وعشيره عشيره التوبه. انا بالمباشر بنحكيهم نعم. وجهت لهم نداء وقلت لهم واسماء شيوخهم. ورا ما نخلص البث خابروني قالوا اجى علق. سبع هم اهل الفرات يقولون يسمونه علق، احنا اهل العمارة نسميها عطوه. خذوا عطوه سبعة ايام وان شاء الله بطريقه الحل. ان شاء الله ان شاء الله على ايدك سيد. هاي بين عشيرتين عريقتين، احنا هم نريدك اصلاح بين عشيرتين شعريتين سمير صبيح وإيهاب المالكي. خاطر نغادر هذا الموضوع اول مره سيدنا. انا بالنسبه لي اوجه دعوه يعني من خلالك من خلال برنامجنا برنامج جوائز شعريه الاستاذ الكبير سمير صبيح تحياتنا له اللي صاحب فضل على جيل كامل بالشعر نعم. الشعبي وايضا للشاعر الكبير والاخ العزيز إيهاب المالكي. انه نتمنى ان تنحل هاي الامور الخلافيه ان شاء الله بحق محمد وعلى تحياتنا لهم وشكرا لك سيدي وشكرا لطيبتك.